عزيز الممرض القديم بالمهنة، الله يسامحك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد ناصر، بحييكم من قطر. هاي قناتي مذكرة ممرض، بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، واليوم رح نتكلم عن الزملاء القدامى بالمهنة. من أسوأ الصفات الموجودة بالممرض القديم بالمهنة، فوق ما هو زهقان الشغل وقرفان المهنة، إنه دائما لما يجي أي واحد سواء متدرب أو طالب أو تعيين جديد بقول له لا تفتح نفسك ولا تشتغل بضمير، آخرتك تصير زينا وتشتغل بقرف. فأنا مش عارف ليش بعض الناس بتعاملوا مع الناس الجديدة أو الناس اللي مفتوحة نفسها بهذا الأسلوب. حتى لو صار لك 10 سنين بالمهنة وبتشتغل بضمير، بعض الناس راح يقول لك يعني هم راح يحطوا لك نجمة، راح يعطوك جائزة لو اشتغلت بضمير، مش المهم بيجيك راتب آخر الشهر. هذه الناس هي اللي بتسيب نفسك على الشغل. رقم 2، أنت ليش بتحرف على الطلاب وهم مش مطلوب منهم شغل؟ معظم الطلاب سواء سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة مش مطلوب منهم يشتغلوا شغلك، ومش مسموح لهم يدخلوا على مريض ويشتغلوا فيه. حتى طلاب سنة رابعة أو اللي قرب يتخرج أو اللي مكثف لازم يشتغل في معظم الحالات أندر سوبرفيجن، ممكن أمسكه ملف مريض نيرسينج نوت إشي زي هيك. أما يشتغل في مريض افرض قتله، ما هي المسؤولية عليك أنت. وأكثر كلمة كنا نشتكي منها كطلاب لما يجي واحد جديد بالقسم ويقول انسى اللي تعلمته بالجامعة وتعال أنا بعلمك الشغل، وكأنه الشغل عنده هو بس إنه يتبع أوامر الإدارة ويخلص من الإنذارات والخصومات، وإنه بس يقول حاضر سيدي اللي بده إياه بيمشي. شو الشغل اللي بده يعلمك اياه؟ انه الاشي اللي بتدقق عليه الادارة بدك تدير بالك عليه، والشغل اللي ما بهم الادارة انساه ولو كان اهم اشي بالدنيا. بالنسبة للناس القديمة جدا بالمهنة اللي تقريبا كلهم صاروا متقاعدين حاليا، ليش طلعتوا الدكاترة على ظهورنا؟ مع احترامي لكل الاطباء، لكن انت لو تعرف كيف كان وضع التمريض زمان بالثمانينات والتسعينات، كان الدكتور المقيم يظل نايم في غرفته، والممرض يخرج ملف المريض ويبعثه على المحاسبة ويكتب عنه وصفة الخروج ويكتب عنه تقرير الخروج، الدكتور يجي الصبح يختم كل هالورق بدون ما يقرأ شو اللي فيه ويروح خلص دوامه. بعض الناس كانت تشتغل زي هيك فعلا. غير هيك لما يجي الاستشاري الكل بقوم وكأنه اللي مرة هذا رئيس وزراء أو رئيس دولة. ماشي الناس بتستاهل انه الواحد يحترمها، بس مش لدرجة انه عامله كأنه قائد جيش. اللي بيرفع ضغطك انه معظمهم زيهم زيك، يعني درس في جامعة، ليش ما طبقت اللي درسته في الجامعة؟ ليش بتحكي مع الناس مخلوص من خيرك؟ ليش ما بتعرف تعمل سايكولوجيكال سبورت؟ ليش ما بتعرف تتفاهم مع المريض؟ ليش ما بترضى تشرح له هذا الدواء ايش وهي العمليه كيف تنعمل والدكتور ليش كتب لك هيك والدكتور ليش عمل لك هيك؟ برضه من اكبر الاخطاء اللي ارتكبوها الناس اللي اجوا قبلينا بالمهنه انه كل التصرفات اللي قلت عنها واللي راح اقول عنها في هذا الفيديو قاموا بهاي التصرفات وهم مش عارفين انه المرضى راح يكرهوهم ويكرهوا المهنة ويكرهوا التمريض ويروحوا على البيت ويحكوا قصص وحكاية على اللي صار فيهم بالمستشفى ويورثوا هذا الكره لأولادهم وأولاد أولادهم اللي راح يكرهوا الممرضين وهم أصلاً عمرهم ما دخلوا المستشفى. من الأشياء اللي بترفع الضغط برضو أنه أنت كخريج جديد أو إنسان متعين جديد تتخرج تشتغل بالمستشفى بتلاقي الوضع زي الزفت، ما في احترام للممرض، شغل كثير، أنت راح تشتغل مكان 2 أو 3 والراتب سيء جداً. شو السبب في هذا الكلام؟ انه اجى قبل هيك عبر 100 أو 200 سنة الماضيات عشرات الالاف من الممرضين لا طالبوا بحقهم ولا طالبوا بتغيير ولا طالبوا بتحسين ولا طالبوا بالتطوير ولا قالوا حسنوا لنا اوضاعنا غير هيك ما بنشتغل. فانت لما تغلط الغلطه ما بتضر نفسك بتضر اللي بعدك كمان، هذا الكلام ما فكرتوا فيه. جينا احنا انت كنت على ايامك بدينارين تعبي الثلاجه اكل و200 دينار تشتري بيت وبراسين غنم تخطب عروس ونص راتبك تحوشه. احنا جينا على ايام عشان تاكل خبز حابب تكسب 700 دينار والراتب احسن مستشفى بعطيك 300 400. شو السبب؟ اللي قبلك رضي بالدول بدك ترضى زيك زيه. حتى لما صار فيه اجسام تنظيميه للمهنه زي النقابه مثلا، انت ما دورت على الانسان اللي بيعرف ربنا ولا على الانسان اللي عنده علم ولا على الانسان اللي بده مصلحه المهنه، انت دورت على الانسان اللي انت مصلحتك معه. نفسك بدوره المستشفى مش راضي يعطيك اياه، دبر لك مكان في دوره ببلاش، خلص هذا كويس وبنتخبه. نفسك في نقل من محافظة لمحافظة أو بدك ترقية أو زيادة متأخرة صار لها سنين، بدبر لك واسطة في الوزارة بوافقوا عليها، خلص بنتخبه. هذه اسمها منفعة شخصية وما بستاهل إني أنتخبه عشانها. ولأنه دائما التشارج نيرس بيكون على أقدمية والهيد نيرس بيكون على أقدمية، فاللي بيرفع ضغطك للناس القديمة إنه لما يكون هو الانشارج وأنت مثلا تغلط غلطة، بدل ما الهيد نيرس نفسه يبهدلك هو نفسه ببهدلك. فبيجي تشوف ناس بقول لك مين قال لك تغلط؟ هي زعل منك، هسه بعمل، هسه بسوي، هسه بخصم عليك، هسه برضاش احطك الاسبوع الجاي عليه، هسه برضاش اعطيك الجمعه اوف، ما انت عارفه بحبش الشغله، انت مين انت عشان تبرر؟ انا لما اغلط الغلطه هو يبهدلني، انت ما لك دخل.
مين انت لحتى تبرر له غلطه. ونقطة مهمة برضه ما حدا بنتبه لها، ويا ريت ما حداش يزعل مني، انه كل الدراسات اللي انعملت في الدنيا اثبتت انه العلم اهم من الخبرة. يعني انت زلمة معك دبلوم سنة، دبلوم سنتين، دورة 3 اشهر، دبلوم 3 سنوات، وخبرة 70,000 سنة، واحد ثاني اتخرج اول امبارح مع ماجستير او دكتوراه احسن منك. ما حداش يزعل مني، هيك اصول مهنتنا. الاصل العلم والتطور، وكل يوم تقرا شيء جديد. فاذا انت متخرج بال90 ولا بال80، والعلم اللي اخذته التغى من 40 سنه، فاللي تخرج اليوم كل كلمه قراها قد خبرتك كلها، لانه الكلمه ما بتنحط بكتاب الا بعد ملايين وعشرات ملايين الدراسات. فليش ما بتحترم الخريجين الجدد؟ وليش ما بتحترم العلم والشهاده مع انه العلم اهم من الخبره؟ ليش بتعمل زي ابو العروس؟ الواحد لما يكون هو نفسه بده يتجوز بصير يقول للناس راعوني وراعوا الشباب وخففوا التكاليف ووفر بذات الدين، وليش ادفع وليش اعمل ومن وين بدي اجيب. لما هو يكبر وتصير بنته بدها تتجوز بصير يطلب مصاري ومهر وعفش ولازم بيت ملك، وبتطلعش على عفش اقل من بنت خالتها. طب انت لما كنت عريس او لما كنت خاطب طلبت من الناس ترعيك، ليش انت لما صرت حما او ابو العروس صرت تطلب من الناس تكاليف ما بقدر عليها؟ نفس الشيء بصير بالتمريض. الواحد اول ما يتخرج بيقول ليش ما يعملوا، ليش ما يسووا، ليش ما يزيدوا راتبي، وليش ما يعملونا باحترام، وليش الناس بتكره المهنه، وليش وليش وليش. بعد 10 20 30 سنه في المهنه بصير هو اللي بيكره الناس في المهنه. في ناس من اول يوم تتعين عنده بيقول لك كيف متخرج من جامعه واسمك ستاف نيرس وما بتعرف قديش النورمال ريت للاتش بي، امبارح تخرج لسه ما فيش خبره، طالبني بايش؟ او مثلا بيجي بيقول لك انه كيف انت ستاف نيرس متخرج من الجامعه بتعرفش تركب كانولا، شو الخبره اللي مريت فيها عشان اعرف اركب كانولا من اول غزه؟ كلمه اخيره بنقولها، خف على الناس شوي، خلي الانسان اللي جاي يجدد ويصلح في القسم يصلح على كيفه، احترم الانسان اللي افهم منك ولا تعامله على انه طفل. الانسان الجديد اللي ما بيعرف شيء امسكه من الاول وعلمه كل شيء، ولا تبرر الغلط لاصحاب الغلط، ولا تشتغل شغل غيرك، وضلك بتذكر انه راح يجوا بعديك ناس اي شيء انت رضيت فيه بدهم يرضوا فيه، واي شيء غلط انت مشيت عليه راح يضلوا ماشيين عليه. طبعا هذا كل اللي قلته حسب خبرتي الشخصيه المتواضعه، واذا حابين تضيفوا اي نقاط تفضلوا اضيفوها بالكومنتات. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، والسلام عليكم ورحمه الله.